من باب السخرية الحادثة أنه يمكن في كل دول العالم يزبط راليات إلا بفلسطين، أنه بدك تصطدمي بحاجز عسكري إسرائيلي كل شوي. مستوى العالم العربي احنا اول بنات لنا فريق. احنا تأثرنا بالاحتلال، انضغطنا لوين نوصل، يعني نوقف حياتنا خلاص، نضل قاعدين. أنا بالنسبة للاتحاد دعاية حلوة، بيتي سعادة إنه I'm a brand. أهلي بعطوني كل إشي عندهم، بحس في المسؤولية. أول تاني